يمكن اجي لك انت برضو بتتعامل مع سن حرك شويه او حساس شويه، سن 12 سنه ده بتبان فيه شخصيه البطل، بتفهم بيه مواصفات البطل. وفي تنس الطاوله غير الالعاب الثانيه، لا الدنيا بتبان بدري. قاعدين هنا جوده 15 سنه ومعديه ما شاء الله. ايه اللي بتشوفه في اللعيب تقول اللعيب ده، بدون ذكر اسامي طبعا عشان كل الاحترام لكل اللاعبين، ولكن ايه اللي بتشوفه في اللعيب تقول ده لا عنده شخصيه البطل؟ هي بتبان من وهو عنده 10 سنين، بيبان ان اللعيب ده هيبقى بطل ولا مش هيبقى عنده بطل. عنده مثلا ثبات انفعالي، كل حاجه زي. بيبقى في الحركه بتاعته بتبان على الطاوله، عصبي كمان، رد فعل سريع في اللعب، شخصيته مش عايز يخسر. في لعيب لما يخسر عادي، في لعيب لما يخسر تقعد تعيط في التمرين. يعني في لعيبه في التمرين، في التمرين صحيح يقعد يعيط، تعيط لما تخسر في التمرين. فبيبان من الاول، في لعيب يخسر يضحك فبيبان اللعيب من الاول خالص ان هو انا عايز اخد اول. هو طب يا كابتن، اللعيب اللي بيمرن او المدرب اللي بيمرن، انا اسف، المدرب اللي بيمرن السن الصغير بيبقى لازم عنده حته سيكولوجيه شويه، انه يعامل اللعيبه نفسيا ويصاحبهم. كمان دول انا بمرن بنات كمان، كمان فالغيره يعني طبعا مفيش أطفال طبعا. يعني لو قلت لواحد كويس لازم تقول للتاني عشان كله بيبص لبعض. واخد بالك اكيد الحلو. انا بقالي 6 سنين بمرن 12 سنه ما شاء الله، فالحمد لله يعني بقالنا يعني 5 سنين اول ورا بعض. طب يا كابتن وبتخليهم ازاي يحبوا بعض؟ يعني بتخلي البنات ازاي ان دي بتلعب فاحنا نشجعها، خاصه دي لعبه فرديه؟ ما هو احنا بنعودهم من صغرهم ان احنا واحد، ما فيش فرق بين الاول والثاني والثالث، احنا كلنا بنتمرن مع بعض وكلنا احنا اول، ما فيش في الاخر اسم، ما فيش في الاخر بيقولوا الاهلي اول. بعد التمرين ممكن نقعد مع بعض شويه، وفي البطولات بنبقى قاعدين في الفندق مع بعض شويه، مش فاصلين بعض يعني. طب اسالك سؤال يا كابتن كده، مقوله قول لي صح ولا غلط، تنس الطاوله مش لعيبه الطوال، او لعيبه اللعبه مش للطوال، للقصيرين بس، الكلام ده صح ولا غلط؟ لا هي مالهاش علاقه. لا 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 هي في، خلي بالك انا يعني مالهاش علاقه. يعني كان عندنا من ابطال مصر كانوا طوال جدا، عمر عصر طويل، في لعيبه ابطال قاسم زمان على ايامنا كان طويل، كابتن جلال عز. هي حسب، في ناس رد فعلها سريع، في ناس سريعه يعني مهما كان طويل سريع وهو بيلعب يعني على الطاوله. في واحد بيبقى يعني مش رفيع بس خفيف على الطاوله، ففي حاجات اساسيه لو موجوده سواء طويل او قصير يقدر موجوده فيها هيأدي. الله عليك يا كابتن، انت صحت المعلومه عشان اللي بيقول كده.